ياسر القحطاني ويونس محمود اللي جاي يسوونه الصراحة عيب. ياسر القحطاني هو اللي بدأ وقال إذا يونس محمود يريد جائزة أفضل لاعب بكأس آسيا أنا أضفها وأدزها له. يونس محمود شرد علي قال إذا يريد بطولة كأس آسيا الكأس بكبره هم ننظفه وندزه له. والله عيب. تدرون ليش عيب؟ يعني أنت يونس محمود أبو ذنون، أنت أول لاعب عربي يترشح للكرة الذهبية، أنت جبت المجد للعراق 2007 تشهد لك وللتاريخ كله راح يشهد لك. تخلي عقلك ويا ياسر القحطاني المحروم من البطولة ويا المنتخب خطيه المسكين هذا. عمي حبيبي ياسر أنت لاعب كبير وموهبة بس يمنه وقفوك أجيب لك على حسين رحيمة لو باسم عباس لو جاسم غلام منو الأجيبة لك لو الكلمة اليونس نفسها أجيبها لك. تبلع لك تبلع العراق هذا لا تندق ويا أبلع.